كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بداية كنبغي نهنئو أسرة الأمن الوطني بالمغرب بمناسبة ذكرى 68 للتأسيس ديالها، وبهذه المناسبة يعني وكعادتها أبت جمعية التحدي للكرة الحديدية بوجدور إلا أن تشارك أسرة الأمن في هذا الحفل ديالها، وقمنا بتنظيم دوري للكرة الحديدية اللي عرف المشاركة ديال 13 ثلاثية، ومازال يعني الأطوار ديال المسابقات مازال خدامة. وبهذه المناسبة يعني كنقولوا لأسرة الأمن الوطني عيد سعيد، وحنا راهنا الإشارة في أي يعني المهم هذا الدوري ديال الكرة الحديدية اللي تنظم بفضاء مانولو مدينة بوجدور، كما قلنا عرف المشاركة ديال 13 ثلاثية من ممارسين يعني كينتموا للجمعية ومن محبين ديال هذه الرياضة هذه. والحمد لله يعني لحد الآن غادي الأمور يعني من حسن إلى أحسن، ونتمنوا أن الروح الرياضية هي اللي تسود في الدوري هذا، واللي يربح الله يسهل عليه وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم.